مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس. الحقيقة توطين الصناعة المصرية من الأساسيات اللي بتسعى إليها الدولة المصرية، وأيضا تشجيع الاستثمارات بمختلف أشكالها. من أجل ذلك هناك دائما حزمة من التيسيرات والتسهيلات بالنسبة للمستثمرين للقيام بهذا الدور بشكل كبير جدا. مؤخرا كان هناك العديد من القرارات الخاصة بالتيسيرات الضريبية من قبل مصلحة الضرائب لتيسير الأمور على رجال الصناعة والتجارة بشكل كبير جدا للقيام بدورهم في مجال التنمية وتوطين الصناعة المصرية. ما هو تأثير هذه القرارات وكيف تكون عنصر جذب بالنسبة للمستثمرين وتوقيت إصدار هذه القرارات وتداعياتها على النواحي الاقتصادية؟ تساؤلات كثيرة جدا حول هذا الموضوع هنطرحها النهاردة من خلال حلقتنا، واللي بيشرفنا فيها الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى مراد المتخصص في الشؤون الاقتصادية للتعرف على أهم القرارات الضريبية والتيسيرات اللي بتمنح للمستثمرين وتأثيرها على قطاع الصناعة وأيضا على التنمية في الدولة المصرية. لكن قبل أن نبدأ الحوار أتوقف مع حضراتكم مع هذا التقرير، نعود بعده مباشرة. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وزي ما قلنا في بداية لقائنا وشفنا وتابعنا من خلال التقرير العديد من القرارات الضريبية اللي تم صدورها من أجل التيسير على المستثمر بشكل كبير. تأثير هذه القرارات ودورها في دعم الصناعة وتوفير أيضا يعني عنصر الجذب بالنسبة للمستثمرين، خلونا نعرف أكتر. ولكن في البداية اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي اللي مشرفني، برحب بالكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى مراد متخصص في الشؤون الاقتصادية. أهلا بك يا أستاذ مصطفى. يا رب حضرتك يا دكتورة والسادة المشاهدين. الحقيقة لما بنتكلم عن التيسيرات في جانب الاستثمار، يعني دايما الدولة حريصة أن يكون في قرارات مستمرة من التيسيرات في هذا الجانب، ولكن يعني هذا القرار من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بداية توقيته وأيضا دلالته في البداية. خلينا نبدأ من توجه الدولة لجذب الاستثمارات. نعم. الحقيقة الحكومة بتعمل مجهود كبير أو بتسعى بشكل كبير جدا أنها تجذب استثمارات، وإحنا شفنا بداية من استثمارات في رأس الحكمة في مصر، وإحنا بنحاول نجذب الاستثمارات الأجنبية من بره والخارج، بالإضافة أن إحنا نزود الاستثمارات الداخلية. طيب أول خطوة في تعزيز الاستثمارات أو جذب الاستثمارات، أول حاجة يكون في استقرار ضريبي عندك فيه، عشان أنا أجيب شركة تدخل تشتغل جوه مصر لابد أن يكون هناك استقرار في السياسات الضريبية. نعم. في توحيد في الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص، وده اللي شفناها في الرخصة الذهبية. الأمر الآخر هو استقرار معدات سعر الصرف، وشفنا الفترة اللي فاتت في استقرار في سعر الصرف في مصر وعملية توازن. يبقى نيجي لموضوع الاستقرار الضريبي وعدم وجود سياسات ضريبية واضحة، وده اللي بدأت بيه وزارة المالية مع تولي أستاذ أحمد كاجو النائب السابق لوزير المالية ووزير المالية الحالي، وتبنى فكرة ان انا لازم اغير المنظومة الضريبية او اغير وجه التعامل الضرائب مع المستثمر. هل ده هيؤدي الى تغيير شكل السياسات الضريبية بشكل عام، ولا في بعض القطاعات المعينة او في بعض يعني الامور الخاصة بفئة معينة من المستثمرين؟ خلينا نفرق الاول ما بين السياسات الضريبية والاجراءات الضريبية. احنا عندنا قانون للضريبه، قانون عام للضريبه، وقانون لسه محدث وفي اجراءات اتعدلت في الفتره الاخيره، فبالتالي لابد من ايه اسباب التحديات اللي بتواجهها الحكومه او بتواجهها في جمع الضرائب، بالرغم ان احنا الضرائب تمثل حوالي اكثر من 80% من ايرادات الدوله. نعم. وده امر مهم جدا فانا لازم اهتم بيه. الامر الاخر عندي اكثر من 50% من الضرائب مهدره، يعني انا عندي الفاقد، نسبه الفاقد في مصر 50% من الضرائب. طب ايه السبب، ايه المشكله، يعني وزاره الماليه التحديات لا ايه التحديات، ايه السبب اللي انا ما اقدرش ان انا اقدر احصل بقيه ال 50% الاخرى. طب نيجي هنا نتكلم في التعامل المباشر مع المواطن من خلال الاجراءات الموجوده داخل المصلحه. ووجد ان في عدد كبير جدا من الممولين ما بتروحش وما بتدفعش بتقدمش الاقرار الضريبي بتاعها. طيب في ناس بتتاخر في اجراءات الضرائب، فبالتالي اصبحت هناك عليها عقوبات مغلظه تتعدى قيمه الضريبه، ف
فبالتالي لما يلاقي مثلا انا المفروض ادفع مليون ولقيت عليا غرامات وصلت لخمسة مليون، فبالتالي مش هروح، فكده هسقط ضريبيا من منظومه الدوله. دي كانت ضمن البنود اللي اتخذتها لوزاره الماليه او اللي اعلنت عنها ان انا لن احصل ضريبه تفوق قيمه اصل الضريبه. نعم. ودي ده نقطه مهمه، معنى ذلك انا لو عندي قيمه وصلت اصل الضريبه عندي مليون وتاخرت وفي غرامات كتيره قوي واصبح الضريبه 5 مليون، فانا طبيعي مش هدفع لا الضريبه ولا اصلها. فبالتالي وزاره الماليه قالت لا يا جماعه تعالى نبدا من جديد. كانت اول خطوه من خطوات وزاره الماليه اللي هي بث الثقه، الثقه مع الممول، لان انا الممول بدي له فرصه ان هو بيحط الاقرار الضريبي بتاعه وهو اللي بيقدم. هل بتلغى ولا يعني زي ما بنقول كده بيحصل فيها جدوله؟ لا بتلغى. بتلغى تماما. بتلغى. لن تمام. لن يدفع اكثر، وده كانت اجراءات صريحه، لن يسدد الممول اذا فاقت قيمه الضريبه اصل الضريبه. تمام. فبالتالي هتلغى. الامر الاخر، طب انا عندي مشكلات فيما يتعلق مع الممولين في سداد الضريبه، طب هل انا كل الممولين زي بعض؟ هل الممول الصغير زي الممول الكبير؟ هل الممول اللي بيسدد اللي اتاخر شهر زي اللي اتاخر 5 أشهر زي اللي اتاخر سنه؟ قال لك لا، هنا لابد ان انا اتعامل بمبدا التدرج في تطبيق العقوبات او تطبيق هذه البنود. يعني انا مثلا لما يجي واحد اتاخر لاول مره، هل اطبق عليه نفس العقوبه اللي بيتاخر واحد بيتاخر 5 6 7 مرات؟ لا. فقال لك الوزاره تعالى نعمل بمبدا هذا مبدا الشفافيه مع المواطنين، فنخلي اللي مثلا اتاخر مره لا انا مش اقل مثلا عقوبه لي او ما اديلوش عقوبه، هديله سماح الثاني مره ثالث مره وكذا، غير اللي بياخد 5 مرات. مبدا التدرج في تطبيق العقوبه على الضرائب هو مبدا مهم جدا، وبيدي نوع من العداله في طريقه السداد حاجه، وفي طبيعه الانشطه كمان حاجه ثانيه. يعني اكيد النشاطات بتختلف والضرائب عليها بتختلف طبقا لهذا النشاط. عايزه اقول قبل ما نستعرض يعني اهم هذه القرارات، بالتاكيد لما حبت وزاره الماليه انها تضع هذه القرارات لابد، مش هنقول بقى محور مجتمعي ما بين القائمين، ولكن بالتأكيد كان هناك يعني فرز ومعرفة لأهم التحديات اللي بتواجه المستثمر وبتواجه المصنع، علشان نقدر نشوف إزاي التحديات دي نقدر إن احنا نتغلب عليها. كيف تم رصد التحديات اللي بتواجه المستثمر، وبالتالي كانت هناك القرارات الخاصة بالقضاء على هذه التحديات؟ أولا إن أنا أكون عندي منظومة إحصائية متكاملة داخل الوزارة أو داخل أي مؤسسة هو أمر مهم جدا. قاعدة بيانات. قاعدة بيانات هيساعدني ان انا اقدر افرز اعرف مين المتاخر، مين الانشطه اللي انا اقدر اعفاءات اديها اعفاءات، مين الانشطه اللي انا اقدر احصل منها. الوزاره الفتره الاخيره كانت تحولت الى نوع من الميكنه داخل انظمه الوزاره، وتحولنا للفاتوره الالكترونيه والايصال الالكتروني، بدانا نتعامل بشكل مميكن. نعم. مع استقبال الفواتير الضريبيه ده ادانا جزء من المعلومات او الداتا اللي هنقدر، وبتساعد صناع القرار ان هو يقدر يتخذ قرارات سليمه. فبالتالي قدرت اعرف ايه المشاكل مع مين اللي بيكون عنده المشكله في سداد الضريبه، مين المتخلف عن سداد الضريبه. بالاضافه الى ان ادتني مبدا جديد في التعامل مع الممول، انا مش بتعامل مع الممول كان انا يعني بدي له عقوبه مغلظه وانت لازم تدفع الفلوس، مش بعاقبه. انا يعني بالعكس انا عنصر يعني بحفزه بالزبط. على هذا الاستثمار. وده اللي اتكلم فيه الوزير وقال لك ان انا كوزاره الماليه او كمصلحه الضرايب بتعامل بثقة مع مجتمع الأعمال ومع الممولين أيا كان أفراد أو شركات، بقول لكم أنا بديكم كل الثقة. نعم. أنتوا حطوا الأرقام بتاعتكم اللي أنتوا شايفينها الصحيحة. طبعا أنا في أجهزة رقابية، إن أنا في تطبيق عشوائي باخد عينات عشوائية إن أنا أقعد أراجعها وأشوف الأمور دي، ودي كانت من أحد الأمور برضو اللي طبقتها في إن أنا توسيع مجال اتخاذ العينات العشوائية أو توسيع نطاق الفحص والتدقيق من قبل المصلحة، لأن بعض العينات الوشية قد لا تعبر برضو عن بشكل دقيق عن الحقيقة. فبالتالي أنا لما أقدر أن أنا أتعامل مع المعلومات اللي جاية لي عن طريق المنظومة الإلكترونية والتطبيق الإلكتروني اللي أنا طبقته داخل الوزارة، فبالتالي هقدر أحط إيدي على المشكلات الموجودة فين، أقدر أعرف أي قطاعات اللي أنا عندي فيها عجز في تحصيل الضريبة، لأن أنا قد مثلا أكون حاطط تقديرات لهذا النشاط مثلا 100 مليون. نعم. ألاقي مثلا أنا عملت 50 مليون 60 مليون، طب إيه المشكلة؟ أدخل المشكلة ألاقي مثلا في
بعض الاجراءات العقيمه او الاجراءات الروتينيه اللي انا بتعامل بيها مع الموظف اللي هو بتاخد وقت كبير وتاخد مشكله كتيره، فبالتالي ما بحصلش ايراد. طب ما انا بفكر ان انا اسهل هذه الاجراءات، وده النقطه اللي عملوها مع الممولين او اصحاب الانشطه التي تقل عن 15 بالظبط، التي تقل. انا بقول لفظ ممول هنا ان هو بيطلق على كل كمستثمر من يقدم اقرار الضريبي، من يقدم اقرار الضريبي فهو ممول، اللي هو بيمول ميزانيه الدوله من الايرادات الضريبيه. فبالتالي الذي لن يتخطى او لا يتخطى 15 مليون جنيه، فبالتالي بدات ان انا الغي له اجراءات كثيره قوي، اجراءات روتينيه في تقديم الاقرار الضريبي، ودي نقطه مهمه جدا. الغي له روتين بيتم او ربما اوراق او ربما ده، ولا اقلل كمان في الضريبه المفروضه عليه؟ هنا مش بيتكلم في الضريبه، هنا يعني بيتكلم في الاجراءات، بيتكلم في الاجراءات المتبعه لتحصيل الضريبه وتحسين جوده تحصيل الضريبه. تمام. هو لسه ما اتكلمني، لان بالتالي عندنا قوانين في قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه، في عندنا حوافز ضريبيه للمشروعات الصغيره اللي هي رؤوس اموالها منخفضه اللي حددها القانون، فبالتالي عندي حوافز استثماريه موجوده. قانون الاستثمار برضو ادى حوافز استثماريه لهذه النوعيه من المشروعات، فبالتالي انا المشكله عندي كانت واللي بدات فيها وزاره الماليه، ان انا اولا اعطي ثقه للمستثمر، بهيئ مناخ جيد لتحصيل الضريبه من الممول، وبيسر هذه الاجراءات. حتى من ضمن هذه الاجراءات ان هو فعل مركز التعامل مع الممولين من خلال يعني بحث مشكلاتهم وبحث ارائهم. هو ده الحقيقه، يعني هي فكره ان احنا نتحاور، يعني دايما الانسان لما بيبقى عنده شيء عايز يغير فيه او عايز يوصل فيه الى نتيجه اكتر، لابد ان هو يدرس اللي هم شغالين في هذا الموضوع بشكل كبير جدا. ففكره ان انا يكون عندي نوع من الحوار مع الممولين او العاملين او المستثمرين بشكل او باخر، ده هيتيح فرصه كبيره جدا للقضاء على البيروقراطيه او على الاشياء. خليني اقول ان يعني احنا مش بنخترع العجله، ولكن النظام الضريبي هو موجود في كل دول العالم. الى اي مدى بنقدر ان احنا كمان نستفيد من التجارب الناجحه او الانظمه الضريبيه الناجحه في جذب مستثمرين في العديد من الدول، خاصه ان الدوله المصريه النهارده بتبذل قصارى جهدها لجذب المستثمرين سواء على المستوى المحلي او على المستوى العالمي؟ بصي، في اداره في مصلحه الضرائب المصريه قائمه على اقتباس الانظمه الضريبيه الموجوده في جميع دول العالم وترجمتها ل بما يتناسب طبعا معنا، وبنبص عليها بما يتناسب مع طبيعه الانشطه في مصر. نعم. وطبيعه النظام في مصر، وده اللي احنا مطبقينه في الوقت الحالي. قد تكون هناك خلافات وقد تكون هناك مناوشات، وبعض طبعا القطاعات مش عايزه ضرائب، لان الضريبه هي تفرض بالقانون بموجب خدمه، يعني وفقا للقانون. فبالتالي انت كدوله عايز تفرض عليها ضريبه، فلازم تقدم لخدمه. في دول اوروبا توصل قيمه الضريبه ل 50% من من الأجر اللي هو بيتقاضاه، ولكن بتلاقي خدمة مقابل خدمات أخرى، خدمة صحية، خدمة وسائل مواصلات وتنقل ميسرة، خدمة تأمينية جيدة، فبالتالي هذه خدمة، وهذا ما يطلبه مجتمع الأعمال. نيجي في النقطة اللي فيما يتعلق ب تطبيق الضريبة على أرض الواقع من خلال الكوادر البشرية، ودي نقطة مهمة جدا. أنا كمصلحة ضرائب أو كوزارة مالية، أنا لما بحصل عن طريق أفراد. هؤلاء الأفراد إن لم يكونوا على قدر مناسب من الحكمة والذكاء والتفاهم والخبرة في التعامل مع الممول، هنفقد جزء كبير جدا من هذه الأموال. لأن أنا جاي أدفع فلوس، فانا عايز اللي يستقبلني يرحب بيا، لان انا هتضايقني وهتعمل لي مشكله وهتقول لي لا او اعمل وسوي، هقول لك سلام عليكم. الاقرار الالكتروني اللي بيتم في الفتره الحاليه هو مش بيقضي على هذا الموضوع؟ لا، الاقرار الالكتروني جزء من عمليه المنظومه الالكترونيه ولازم كله داخل، لكن في عمليات فحص وفي عمليات استعلام بتتم من قبل المواطن. اذا هنا انا بتكلم على التدريب والتاهيل للكوادر البشريه اللي بتقوم بهذا الدور، والى اي مدى ده بيتم في ضوء القرارات الخاصة بالتيسيرات؟ بالظبط. حتى في الكوادر البشرية في بعض الأمور اللي تكلم عنها الوزير، نحن هنقضي على التفسيرات الفردية لبنود القانون. بمعنى؟ لأن بمعنى في بعض المشاكل أو العواقب اللي بتقابل الممولين مع الموظفين في مصلحة الضرائب فيما يتعلق بتفسير بند معين أو لائحة معينة في القانون، فبالتالي كل واحد بيجي يفسرها وفقا لهواه أو وفقا لفهمه. لا، دي عاملة مشكلة، إن أنا ممكن أفسرها مع ممول مفهوم
موحد بالزبط. لكل شيء. بالظبط. فانا ممكن افسر هذا البند او هذه الجزئيه مع ممول هتعفي له مثلا 10 مليون جنيه، وفي الناحيه الثانيه ممكن ان انا افسرها بشكل ان انا ادفعه 20 مليون جنيه. يعني تفسير النقاط القانونيه، ودي اللي اكد عليها وزير الماليه وقال ان احنا هنحط مبدا ثابت في مراجعه كل الامور الجدليه واللي هتتعلق بالتفسيرات المختلفه، بحيث انه يمكن او لا يمكن تفسيرها بغير الحقيقه. على لان القانون بيحمل يعني في التفسير، هي المشكله في التطبيق وليس في القانون نفسه او البنود، ودي احد النقط المهمه جدا. طب هذه التيسيرات يعني بالتاكيد انا لما بعمل قرارات انا بدرسها، بشوف هطبقها امتى، بشوف العائد الخاص بيها هيبدا يظهر امتى، وهبدا اجني يعني ثمار هذه القرارات بشكل أو بآخر. كيف تم دراسة هذه الأمور؟ الحقيقة ده تم من خلال عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجتمع الأعمال. نعم. واللي هو بنستهدف منه تحسين جودة التعامل معه في الوقت الحالي. زي ما قلت لك أن التعامل مع الشركات والمؤسسات الكبيرة في مليارات الجنيهات قد تضيع في وسط هذه البنود الغير مفسرة أو سوء التعامل مع المسؤولين في مصلحة الضرائب، أو تتعامل فيه إخفاء، تعمد إخفاء بعض المعلومات أو تعمد إخفاء بعض الأرقام فيما يتعلق بالإيرادات. فبالتالي أنا لازم أديله ثقة علشان خاطر هو يعرف إن أنا إيه، إن أنا حريص عليه في تحصيل الضريبة، وإن أنا مش الهدف إن أنا أخد الضريبة منه بالإجبار، لا أنا بهدف إن هو بيطلع حق الدولة. يعني ده حق الدولة، يعني فكرة الضريبة هي واضحة بشكل كبير جدا إن ده حق الدولة، ولكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت الأسلوب أو الطريقة اللي بيتم يعني التعامل بيها لابد ان هي تراعي اشياء كثيرة جدا. عندنا نوع من التعثرات اللي حصلت قبل كده لعدد من المستثمرين وبصفة خاصة من الناحية الضريبية، هل هيتم التعامل معهم باسلوب مختلف ايضا وبإدارة مختلفة للموضوع، وهل ده هيكون عنصر تحفيز ليهم لإعادة الأنشطة مرة اخرى؟ دي نقطة مهمة، ومن الحاجات اللي أكد عليها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في الاجتماع أو في المؤتمر الصحفي اللي تم الإعلان فيه عن حزم التيسيرات الضريبية، وقال إن إحنا مش هناخد من الممول اللي بقاله سبع أو ثمان سنين مش هنرجع لورا، إحنا مش هنبص لورا، الناس اللي عليها مبالغ متراكمة وكده، فإحنا مش هنبص، هنراجع بأسر راجع بشكل كبير جدا، هنعالج هذه الموضوعات ونجدول هذه الفلوس، لكن إن إحنا مش هنبص لورا. معنى ذلك إن الدولة بتبص النظرة مستقبلية ان قد يكون في اسقاط جزء كبير جدا من هذه الاموال. الامر الثاني كمان قالوا ان احنا هنعمل مقصه ما بين الممولين اللي لهم حقوق عند الدوله وما بين الممولين اللي احنا لينا عندهم حقوق، لان في بعض الشركات وبعض المؤسسات ليها اموال نتيجه اعمال وانشطه مع الحكومه مبالغ كبيره جدا، في الناحيه الثانيه عليهم مبالغ كبيره جدا للضرائب. طب فهنا في اموال هنا محبوسه وهنا اموال محبوسه، فعملوا اليه التسويه المركزيه وزاره عن طريق وزاره الماليه في حاجة اسمها تسوية مركزية. أنا ليا 20 مليون جنيه عند الدولة وعليا 15 مليون جنيه لمصلحة الضرائب، هعمل عملية تسوية ما بين هذه الأموال، الضرائب هتاخد مخصصة بين هذه الأموال، الضرائب هتاخد ال 15 مليون وأنا هاخد ال 20 مليون، يبقى أنا هاخد كده صافي 5 مليون جنيه، يبقى أنا كده استفدت بأن أنا نشطت، خدت سيولة من فلوسي ومصلحة الضرائب خدت وأسقطت الديون عليه ومصلحة الضرائب أخذت هذه الفلوس. وده مهم جدا لأن هتلاقي فيه عشرات او مئات المقاولين او اصحاب الشركات والمؤسسات اللي هي بتعمل مع الحكومه وبتبقى مجدول الفلوسها، وفي نفس الوقت هنضمن ان مفيش تعثر لهذه الامور الضريبيه. هل القرارات دي يعني فوريه يعني بمجرد اصدارها بيتم تطبيقها ولا بتاخد مده زمني معين؟ زي ما قلت لحضرتك هذه القرارات هي تفسير لقوانين موجوده، فبالتالي هي عمليه تسهيل تنفيذ هذه الاجراءات مرتبط بالاداره التنفيذيه. الاداره التنفيذيه اللي عن طريق وزير الماليه ووزاره الماليه ومصلحة الضرائب بالفعل تم إعطاء هذه التعليمات لجميع العاملين في مصلحة الضرائب، وبدأوا بالفعل في عملية إجراءات هيكلية في الوزارة في المصلحة. وده طبعا احنا بنؤكد مع سواء كان مع رئيس مصلحة الضرائب أو وزير المالية ان هو إعادة تدريب هذه الكوادر بشكل
بشكل يتناسب مع المناصب القيادية اللي هم موجودين فيها والتعامل مع الجمهور، لأن زي ما قال هو أكد أن وجود عامل بشري مؤهل ومدرب هيستطيع أن احنا نقلل فقد كبير جدا من الخطأ البشري. إذن هو أساس التأهيل والتدريب ده أساس الحقيقة في، لأن الخطأ البشري ده بيكبد الدولة مليارات الجنيهات عن طريق زي ما قلت لحضرتك سواء كان تفسير الخاطئ لنصوص القانون الناجم عن جهل أو عن قلة خبرة من المواطن أو ناجم عن مصلحة شخصية أو تعمد وده بيبقى موجود يعني بالزبط. وموجود في أجهزة رقابية بتكشف ده بشكل مستمر أكيد. طب يعني النهاردة لابد من رصد ردود الأفعال تجاه الأطراف الأخرى أيضا تجاه هذه القرارات ومدى قياس درجة الرضا عن هذه القرارات والاستيعاب الخاص بها، كيف تم رصد هذا؟ هل من خلال مثلا الغرف التجارية؟ هل من خلال الصناع أو أصحاب المصانع؟ إزاي بيتم؟ مبدئيا صاحب رأس المال أو صاحب المشروع هو عايز ينمي رأس ماله ونمي مشروعه بصرف النظر عن الضريبة اللي هيدفعها، لأن هو طالما بيحقق ربح صافي 50-60% وأنا هدفع الضريبة بتاعتي فما عندوش مشكلة. لكن مشكلته هو في الإجراءات الروتينية، مش مشكلته في إجراءات التحصيل، مشكلته في العرقلة، قد بتواجهه مشاكل في عملية سداد الفاتورة الإلكترونية. بس برضه بتهمه الضريبة برضه يا أستاذ مصطفى يعني أكيد بأساس يعني أكيد. بس هو لو بينجح يعني يعني عايز أقول لحضرتك في علم الاقتصاد تسريع دورة رأس المال هي المهم. أنا لما يكون عندي فلوس بقدر أسيلها بشكل سريع وأقدر أدورها مرة واثنين وثلاثة خلال السنة، لو أنا هدفع ضريبة ما عنديش مشكلة تكسب قليل تكسب أكتر يعني بالضبط كده، فما عنديش مشكلة إن أنا أدور رأس المال بشكل أكبر، بس ما يكونش فيه عراقيل سواء كان عراقيل ضريبية، ما يكونش فيه لو أنا حصل لي أي أزمة أو متأخرات ضريبية بلاقي إن أنا تراكمت عليا الديون فبالتالي الديون هتوقفني فبضطر إن أنا أسدد أصل المبلغ ولا أشتغل، لأن أي مستثمر أو أي صاحب عمل بيحتاج السيولة دي في عمليات تشغيل. وبالتالي مجتمع الأعمال رحب بهذه المبادرة. عايز أقول لحضرتك كمان إن هي المبادرة في إطار زيادة الحصيلة الضريبية أيضا، يعني هي مش بس إن أنا الهدف من التنسيق والهدف من قياس مدى جودة ورضاء العاملين إن أنا بوسع القاعدة الضريبية عن طريق إن أنا بدخل فئات مختلفة، فئات اللي هم فريلانس الناس بتشتغل من الخارج والبلوجرز والممولين، أنا بدخل الناس دي داخل المنظومة عن طريق القطاع الغير رسمي. بقى خلينا نقول هنا القطاع الغير رسمي وتأثير هذه القرارات على هذا القطاع اللي بالفعل ليه دور كبير جدا في دعم الاقتصاد أيضا بشكل أو بآخر، إزاي شايف أن هيساهم أو هيكون ليه تأثير على هذا القطاع؟ بص، هي القطاع الغير رسمي هي مشكلة معضلة، مشكلة أزلية موجودة من زمان، ولو احنا قلنا أن هذه القرارات تاخد عليها بشكل نهائي مش هنبقى صادقين. ولكن طبعا أي خطوة هناخدها في أن أنا أقدر أدخل القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي فيها خطوة حميدة وخطوة جيدة. احنا بدأنا بعمليات أدخلنا منذ فترة التجارة الإلكترونية داخل القطاع، دخلنا عمليات البيع على الإنترنت ومنها عمليات اللي هم بلوجرز الفريلانس الناس بتشتغل دخلوا داخل المنظومة الضريبية بشكل، وإن كان هذا الشكل ليس كبير ولكنه بشكل معقول ومقبول وكبداية. القطاع الضريبي الضريبي الغير رسمي عندنا في مصر قدر بأكثر من 50%. نعم. يعني أكثر من 50% من إيرادات الدولة. أعتقد مع التحول الرقمي ومع يعني المشروعات الخاصة بهذا الموضوع هيبقى في دمج للقطاع الغير رسمي يعني إجباري ما فيهوش اختيارات. إحنا بنبدأ لأن في ناس بتفضل لغاية دلوقتي بتشيل فلوسها في البيت. في ناس لغايه دلوقتي ما تعرفش تتعامل الكترونيا يقول لك لا ما بتعملش. في ناس لغايه دلوقتي من التجار وعندهم ما عندهمش ثقه في التعامل ان انا احط فلوسي في 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 بنك او احط فلوسي معينه وما اقدرش ان انا يعني اخاف عليهم، لان دايما الاجراءات الحكوميه في اجراءات بتتبع عشان خاطر الحفظ الحقوق. فبالتالي في عدد كبير جدا، في عندي منشآت صغيره جدا ما لهاش اي سجل تجاري ولا بطاقه ضريبيه ولا اي اوراق رسميه بتشتغل وبتكسب وبتنتج وبتوزع في جميع انحاء الجمهوريه، عندي محلات وكافيهات. وده يعني بالمناسبه ان بدات وزاره الماليه عن طريق حملات مع مصلحه الضرائب عمليات اجراءات ان انا دخلت الكافيهات وراحت المحلات وبدات تنزل في محافظات الجمهوريه ونزلت على حملات ان هي تبدا تدخل هذه المنشات التجاريه الموجوده على الارض الواقع في الاقتصاد الرسمي. ولكن برضو هم بيدوهم ثقه ان انا مش بروح انا مش يعني مش بجبرك، ولكن انا بقول لك ان انت ادخل معايا وخد الحوافز بتاعتي وتجنب العقوبات طبعا بشكل كبير قوي. يعني بنتمنى ان احنا لما بنتكلم على دمج القطاع الغير رسمي هو كمان هيستفيد بشكل كبير قوي من كل الخدمات ومن كل التيسيرات اللي بيتم منحها بطريقه امنه وبطريقه شرعيه في النهايه.
واعتقد ان كافه هذه القرارات التي تشجع الاستثمار وتدعم قطاع الصناعه هو يعني قرارات بنسعى اليها بشكل كبير في مجال التنميه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى مراد المتخصص في الشؤون الاقتصاديه. نورتني يا فندم. شكرا لحضرتك وشكرا للساده المشاهدين. شكرا لحضرتك وكمان بشكر كل اللي تابعونا النهارده ونلتقي مع حضراتكم دائما في الاقتصاد والناس.